اخي تفهمنا، قلنا هذا دحمانوس كي يجي يحوس عليا ما رانيش هنا. ايه درنا فيزيت سوربريز ونوري سبق قالوا بلي راك هنا. نوريا ما تفهمها لقمان هكذاك. صح صح يا اخي، قلت لك ما تجيش في الكروة. خي دراري دوكا كيفاش راح نهضر معاها انا؟ الصامت هذا يجيب العرضه. قولوا جوج كلمات حلوين كيما تعرف، وما تنساش بلي تقولوا لنا على نزيدوا له زيت، على بالك شحال راه يسنى. شحال؟ بزاف يا مولاي بزاف. مولاي باجي وش هذا الفليشه؟ فليشه؟ ايه على بالي بلي فليشه، بصح وش يدير في رقبتك؟ قال لقمان وليد لك هكذا. بعد نوري لهم بعد. صحه لقمان صحه. ما تسقيش عليه مولاي، على خاطر انا عندي الكراجم راهو سرحهم لي. ياه باش فعلك؟ مولاي بيلو بلي احنا رانا متحكمين في المساله. دحمانوس في القصر تاعي. مرحبا مرحبا، توحشناك يا الحبيب. شو ذيك الصدفه؟ شو ذيك الصدفه الشابه؟ واش راك؟ واش راه من الدار؟ صافا؟ كيفاش هي الحاله يا سيدي؟ قول لي عاشور. باتيت باش نقصر ونشرب لاتاي بالقلب اللوز، على بالك وعلاش جيت؟ جيت باسكو عندك بزاف ما جيتش وتوحشناك. هذا مكان عاشور. الدين ديالك راهو غير يزيد كوميلوس. على بالي يا دحمانيس، هذاك هو اللي رفد لنا راسنا. احنا على بالك عندنا الدين الصلاه مصبح تلقيام الليل. انا نهضر لك على دراهمي، لو كان ما ترجعليش دراهمي تخلص عليك ماليوس. بصح يا دحمانيس على بالك احنا هذه اليامات شويه الحاله مزيره وكما قال لك يا اخي مول التاج ويحتاج ولا كيفاش؟ يا اخي ماشي بعث لك الزيت نسيت. شوف ماذا بيا تحبس لا ليفريزون تاع الزيت ستوبيس وترجع لي دراهمي كاش ماشي شاك بونكوس. دحمانيس ما تتقلقش، واش بيك رانا جيران سبحان الله، نصيبوا ارضيه ونقدروا نتفاهموا. بون انا راه ما عندي شويه صوار داني مخليهم عند الملك تاع الحبش، فهمتني؟ مالا تجوز عنده قول له باللي قال لك عاشور العاشر اعطي له هذيك الامانه هو على باله. نعطيك سمانه واسبوعيس من اليوم حتى الجمعيس، ولو كان ما ترجعليش دراهمي تخلص التاري والمتروس ونعرف واش ندير. اديوس. هذا وين جاي؟ هذا وين جاي؟ كنت دوك نخبط نطير البخرج كاع. هذا وين جاي؟ راح 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 راح. دوك واش نديرو مولاي؟ واش نديرو؟ واش نديرو؟ دحمانوس درنا فيه محنوس. مولاي الملك عاشور العاشر. ها؟ وراكم واش؟ اسمح لي مولاي، الميزانية نتاعنا ما تسمحناش نرضوا الدين نتاع الملك دحمانوس. والخزينة؟ الخزينة فارغة. والمال اللي فيها أرانا نرضوا الدين نتاع المملكات اللي سالونا. ما تنساش شحال الملك راه يسال. شحال؟ بزاف يا مولاي بزاف. والملك دحمانوس يلزمنا 6 شهور على الأقل باش نرمبو لسواه. 6 شهور. ما واخدة. 6 شهور بزاف، على بالك على بالك هو قالنا سمانة. ما نقول لكم حاجة، غير هضروا مع جنرال فارس يوجد الجيش وهذا ما كان. علاش يا مولاي علاش؟ كيف علاش كيف علاش؟ الراجل قالنا سمعنا وانتم راكم تقولوا 6 شهور. ما انا جو بريفير نطاكيوا قبل ما يطاكينا وهذا ما كان. اسمح لي مولاي، الملك دحمانوس عنده جيش واعر بزاف واحنا ما قدرولوش. تشاو قالها ديريكت حرفي. والحل؟ الحل وين راه؟ الحل يا مولاي يزمنا نعيشوا على حسب مقدورنا، ويزم سكان المملكة يقشطوا شوية على يديهم ويخدموا وما يستناو شي في مدخول زيت الزيتون يا مولاي. برافو برهان برافو، احنا نحوسوا على حل منا على سمانة ونزيد تعقد الأمور، هذه هي الحقيقة. مولاي راك تفكر في حاجة؟ صافي نقول لي عليها باسكو ما عندناش الوقت. الملك دحمانوس عنده 9 بنات. ايه على بالي الله يبارك. زوج 8 منهم مع ملوك وامراء. شطت له وحده
فهمتني؟ طب العريس وما عرضناش. لا 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 تبعني تبعني يا مولاي. الملك دحمانوس راه قبل كل شيء باش يزوجها. لو كان زوجوه مع واحد من الملاكة نتاعنا راه قادر يسمح لنا الدين، فهمتني؟ على بالي اكتب معنا على جواد. مولاي تسمح لنا بالانصراف؟ تفضل. شكرا مولاي. لا لا يا مولاي، راني نتكلم على واحد اللي عنده اصول، عنده بوست مهم، شاب شباب شجاع. فهمتك في حقيقه مي بو سانسيرمون ما نقدرش، فرانشمون ما نقدرش، باسكو على بالك ديجا تزوجت طلقت تزوجت بون جبت البنات ومن بعد جات رازا الحمد لله. انا دوكا راني بديت ندخل في لا ستابيليتي، نزيد ثاني وحده سي جونتي فكرت فيا مي نقول لك صح والله ما نقدر سانسيرمون ما نقدر. ديجا رازا راح تقبل لك زوج سافا با. اسمح لي يا مولاي، ما رانيش نتكلم عليك يا مولاي. انا واش خاصني؟ لا تكتيك تاعك راهي عجبتني شوالا، خاصك شويه خدمه. ها غير وجد روحك على خاطر الحور وبدايه انا اللي حنقود الجيش. حي حسبه غير واحو وقود جيش انا الجنرال فارس، وباش قلت بالسيف فارس. اش عندك هنا؟ هنا يعطيك الصحة الجنرال فارس، تعرف تجي من تحت. صحيت مولاي، كنت نوريها في لا تاكتيك هذيك زعما اونكا طيح في الحرب ولا تلعبها ميتة باش ما يكتلوهاش تمتم. اه جوستومون انت تعرف تلعبها مليح ميت، لا بروف راك ما تعيش في كاع الحروب تاعك. مولاي بنتي عندي هضرة مع الجنرال فارس. صح مولاي. ولادي اوب اضحك اضحك اقعد اقعد. الله يبارك فارس يا على بالك اليوم راهي عندي هضره معاك لازم تسمعها مليح خاطر تفيدك 100%. يا اخي طارف الملك دحمانوش. ماله مولاي ماله، خاص حد نديروا له الحرب دروك. الحرب 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 فارس يا فارس. على على هكا وعلى شوف، غير تحب غير ديمونتي بنادم. يا كان نجي نهضر معاك ما عندها حتى علاقه بالحرب، هذه اثرتها منك انت. اقعد اقعد يا فارس اقعد. دحمانوس عنده 9 بنات الله يبارك. الله يبارك. 8 فاقولهم تزوجوا مبروك عليهم. قتلوا وحده ما شافهاش. وهذيك اللي حبيت نطلق عليها يا اخي راك فاهمني. مولاي ما تقوليش راك باغي تدير مرا واحده اخرى على اختي رازان. حسره ماذا بيا هذيك، بصح انا ما كاش كيفاه. تطرو طرا لي انا، هذه خممتها عليك. تا يا فارس. هي تجي في الصحبوني دي شابة مولاي، بصح على بالك دروك هذاك اللي نخمم عليك فيها تخمم. ولا انت ذوك عندك تروسو تكمل في قرايتك بعد تخمم. نعلي بليس ما ترابيش فرصة كيما هذه فارس. شوف نقول لك حاجة، واش قال لي؟ قال لي هذاك فارس نديرو عندي جنرال انا مع الجيش تاعنا. هي زعما صافي بليزير دحماني سي خمم يناسبني ويردني جنرال عنده وكل شيء، بصح دروك خاصني نعلم الدار وخاصني نخمم مولاي، خاصني نخمم فيها تخمم. خمم خمم. الملكة رازان عاشور شراك تدير؟ هذا وين راح ندوش الرجليه؟ لا راك باغي تزوج خويا مهبت في دحمانوس. يا حاره حت حر حري رجلاوي مدمازال. حاضر مولاي. وانا دوك واش دخلني في زوج حين يتزوجوا ندخل فيهم في الوسط؟ انا على بالي بلاك باغي تزوج خويا مع بنت دحمانوس غير على جال مصلحتك انا. ايه واني عارفه كاع اش راه يدور في راسك. اروح يطلي شوفي واش يدور في راسي. انا ما يدور في راسي غير الخير، على بالي اني عارف كاع كيفاش راكي تفكري زعما كيفاش انا راني نفكر. بالنسبه ليك انا راني نخمم باللي خوك فارس راح نزوجو بنت دحمانوس ب
باش دحمانيوس بنته ما تبرش وميم طون باش يسمح لنا في الديون وهذا ما كان. هذه هي هذه هي اذا قصتيها ما كاش منها باسكو هذه جامي جامي دارت في راسي. عاشور انا خويا عزيز عليا وما راش سلعه تنباع ولا تنشرى. انا ثاني خوك عزيز عليك واش عن بالك وانت ديجا سقسيتي هو الى راه قابل ولا لا؟ لا عرفتي رايو هو راه يقول غير هي اللي يديها. ايه مالا خلاص بصح ما شافهاش ميم با يوم على انا شتك يزوج بك بيان سور هيا ايه بصح ماشي كيف كيف. شوفي راسها اللي راكي حابه ديريني في الشريك راي خذ راي خلي فارس يتزوج ببنت دحمانوس خير من اللي بورلك. واش قلتي؟ بغى يتزوج يتزوج بصح انايا لازم نشوفها. هادشي نورمال انا تاني راني حاب نشوفها كاع نشوفها. فارس يا فارس فرويويس شبابي على بالك راني فرحان بك راني فريمون فرحان بك فرقع حمدك فارس يا على بالك الجنرال تاع دحمان يسوي خارج الروتات هيا بيان سور وشكون اللي راح يحكم بلاصتو؟ شكون؟ تا كي تولي سي بو ان شاء الله. اه يا فارس اه صح بالك يحكمك الغرور شعبك الانسان من ذاك يبدل الاخر يحكم الغرور ويشوف روحه حاجه كبيره وتنسى الاحباب وتنسى الانساب وتدور عليا. خساره عليك مولاي انا ندور على نسيبي العزيز هكا نسيبي كاع كيما كندور عليه هكا ما تخش في الراس هذه. اوا دور دور على بالي باللي دور يديروها انا بيرسونيل مون كان جيت في بلاصتك ندور عليا. اهلا تفضل. اسمح لي راني جايب خبر ما يفرحش. اهدر واش كاين؟ الملك دحمانيس ما شاف طولنا وما ردينا لهش الخبر. ايه زوج بنتو عاقله. اوه كيفاه؟ تعال راك تغمز هدر معايا ديريكت ماشي قلت لي بلي شرطت له شرطت له شرطت له شرطت له شرطت له باش تتزوج بها هذا ما كان. واش بيك؟ عرفتها مولاي وانت وزير نسيت كاع تهدر معاه ها؟ واش تحب نقول له؟ انت ما فاهمش روحك قاعد تخمم وتكسل دار الحمام مولاي كيف هادي دار الحمام؟ دار الحمام دار الحمام انت فاني شوف كيف تولي كومري بالك تصدق هكا يا حسدتني كاع مشي عقليه هادي طمعتوني كيما هكا. هيا يا سيدي على بالك فروح الحمام دوك يوجد الجيوش تاعو ويعطاك هنا تهردت. هيا يا سيدي ما تكسرش راسك بولاي. كيفاش ما نكسرش راسي يا قنديل؟ كيفاش ما نكسرش راسي؟ مدها حتى واحد درتها بالعاني برك باش نخوفو هكذا يتزوجها بلا ما يخمم. واعر عاشور العاشر حمانيوس واش جابك لعندي؟ غير الخير يا دحمانيس يا جاري يا العزيز يا الحنين. فكرت في الحقيقة قلت بالك تكون كاينة عشرة بيناتنا مالا جيتك بالحسب والنسب باش نطلب يد واحدة من بناتك المرت خويا فارس المرتي خد فارس سيدي مشي مرتي خوها رزان مرتي خوها فارس جنرال فارس يا دحمانيس فهمتني؟ أنت حبيت تناسبني ولا حبيت ولا حبيت يا دحمانيس؟ شكون فيهم؟ لي شرط لك ها؟ ليك حاب تزوجها اللي راك حاب تزوجها. يا درا مولاي فرحني بحال ما كانت سهلة. سمعتو وسخ وذنيها السي خونا انا نعيط وما محبط راسو كلمه ما قالهاش قلب دخل فيها تما صايم مولاي فريتها لي بالسيف بالدرع باش قبل واش بك تقدر تخيرها. يا دحمانيس واش تقدر تخير في هذا القمرات اللي عندك الله يبارك. واش نقول لك يا دحمانيس هذه اسمها طاووس طاووس في وصي معاه ولد المرت تاع جوفنتوس تما طلبني أقولش لا قول لك صح يا دحمانيس عنده مادة مرسي معليش هذه دي اسمها سيرينا
خطبها ماركوس. اي كل المره تاعي كما يقول مثل عندنا الله يكسر كل عسل بيناتهم. وهذه اسمها شاكيرا. شاكيرا غير البارح خطبها بيكوس يلعب. عارفه سبقنا. هذه شهيرة صغيرة تبريباري هاد العام باش تجوز البكالوريوس، تسمى عندها كورسوس. قول لك الصح، هذه كي تشوف في وجهها تجيب الباك. مرسي. وهذا ذي عاشور. على بالك واش خيرت؟ خيرت المازوزية الكبيرة تاعي مو عينية. وي هذه مو عينك هذه؟ نعم أكيلا. عقيلة اسم شباب. بابا رايح نتزوج. نورمال يا بنتي راني فرحانة. كتشوفي أنا يا فرحي وسعدوس جا الحبيبة ديالي بعد ما كنت وحدي. روحي 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 تبعوا تبعوا خواتي تكون ويف. غنوة فرحانة فرحانة. عاشور واش نقول لك يا فارس؟ كيما نوصفها لك قليل، ما عنديش كلمات اللي تقدر نعبر لك على واش كنت نشوف. تسمى شابة مولاي لون جبد الغول ياك. تقدر تقول عندها الدم يجبد الغول، فتقدر تقول لاباس فرات. يعطيك الصحة مولاي. يا ما تبقاش تهضر تبقى وكذا السر اسكت ياك تعرف العين. ايوا دي سرك في بير قطعتك. ايوا صحيت نسيبي العزيز. مبروك عليك. بارك فيك. يا ناس القصر اللي سمع يقول اللي ما سمعش، فارسنا الغالي نهار الخميس بقدرة ربي الأقصر نخليه يخدم على سيخ واحدة ونعملو لك عرس يقتل. نوري يا أختي غيب العقل عليك، حركتينا على بالكي. من الفرحة مش تخرج من عقلي. أسمع نقول لك الحلو بقدرة ربي عليا أنا ونعملو لك فرح يقعد حديث الناس الكل. ما يسلمك على بالي باللي تتهلق. كلش مبروك. فارس الله يبارك فيك. نوري نستعرف بيك نستعرف بيك. شكون اللي عنده الزهر دروك ويتزوج معاه بالسلطان دحمانوس؟ ها انا. تدهني عندك الله يبارك النورية مرا ونص كل صباع بصنعة. صاحبي انا اللي تقلقت، لو كان صبرت كون جبت اميرة ولا بابيشة ماشي خير. راني جاي. ها الزهر صاحبي الزهر هذا هو. بدأ تروح بدأ بيك سلطان دحمانيوس. مرحبا خويا. مرحبا. القصر نورتو والحمد لله دوك رانا عائلة واحدة. بنتي شوفي الذهب اللي راهم لابسينو بين صاحب رفيق. سكتي ما دوك يسمعوك. مرحبا بكم، راكم في داركم. قولي حق الطريق لاباس ما عييتوش؟ انا بلا غرانتيك يا بار شويه سيركلاسيون جهه كاليتوس بحنا يا ودي. وكان تشوفي ابني مسوس وذوك نقول لك صح، واش من الدار اللي ما فيهاش 4-5 عواد؟ وشكون هي العروسة؟ دوك نشوف. عاشور شكون اللي غادي يديها فارس؟ أكيلا بنت دحمانوس خميس. بابا وراه العريس. ما تقلقيش راهو جاي. بصح ما تنخلعوش، ما تشوفيش لاكاركاس، خاطش هكذا لاكاركاس تقدر تغلط، الإنسان يشوف الفون. ديما دوك أنا ندبر راسي. اسمحوا لي دقيقه دوك نعاود نولي. انا وراك رايحه. رازان 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 رازان. على بالك نسى كي تولي هكذا يا عرس ولا حفله ولا عرضه يحبوا بزاف يوجدوا.
فارس راك هايل. صحيت صح، هادي على هدرتها. هادي انا درتها باش تقلع عليك العين، خمسة وخموس عليك. بوني دي شابة هادي يا نوري. يا دراختي كيراني شباب ها؟ فارس قلع لي هالكوستيوم. علاه ما جانيش مليح؟ هاد العرس غير نساه، غير هي اللي ما تديهاش. علاش اختي؟ علاش شادت لك كيما هاك؟ انا حتى الواحد لقى اميره وبخير عليها وقال لي دير لافونير ديري لي كيما هاك. عكسيها لي انا نعكسها لك. شوف غادي تدخل غادي تلقى زوج عضرات في وسطهم وحده عريضه تقطع. حسها والعراضات ما عندهمش الحق يتزوجوا مساكين. روح شوفهم بعد هدر. امرك مولاتي. يا درا ابو يا قد عريضة عريضة اختي عندك الصح صح. او يدرحوني كيما هكا يا ايه. هذه خدمه السي الوزير تاعنا يبغي يقيسك على راسك وعاشور غير يتبع فيه. صح اختي ودروا كل حال كي غادي نديرو. وانا علاكم تخزروا فيا مولاي دحمانوس. نجدد لك تحياتي وكل شيء مبروك. على بالك رانا مع مصاريف العرس وهذا يكلفنا كثير. وليدا نطلبوا منك تساعدنا باش نردوا لك دينك حتى للدور الاخر. سي نورمال نردوا له حتى للدور الاخر وكيفاش مالها؟ حنا يا الانسان هذا دار فينا الخير، حنا لازم نوقفوا معاه رجال. مش بيكو مش بيكو تهضروا على الدراهم والكريدوس. انا ما يهمنيش دراهم، انا المهم بنتي تفرح. هذا ما كان صح دوك كما قال لك الرزق راه في الرجال وما الدراهم واش ما كانوا ولا دراهم. وبالنسبه لهذه انا نقول لك وحده كيما هذه عيب تشيط لك في القصر. واش بيك عاشور؟ ما خبيش عليك كنت نستنى في هذا اليوم بالريق ناشف باش نزوج مازوزيه ديالي. هذه المازوزيه تاعك وشحال في عمرها؟ 45 ورضه. هذا ما كان تسمى هذه تقدر تقول بوكي تاع تاع ورد. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. لو كان جات مرجانه قدها راهي تبان صغيره عليها. يا بابا يا يما سد رجليش. عاشور واش بيك؟ والو والو افير فاميليال. كمل كيف واش قلت لي؟ نعطيكم امانه تهلاو فيها. ونوسع في الاراضي والمدن. اديت شرابيوس وشرشانيوس وحتى بنعكنوس. صحتك. سمحوا لي طولت عليكم شويه، كنت مع العريس راه حشمان شويه. انا اللي حشمانه. ها ولا خويا العزيز، ها ولا السبع تاعنا. قعد قعد خويا. مولاي واش راك لاباس؟ تشرب اتاي تحمانيوس؟ لا لا مولاي لا لا لا، انا هنا وانت تربي في لاتاي ما جاياش يا صاحبي. لا مولاي شحال درتكم مولاي؟ ما كان لا. تفضل مولاي نزيدك كاس. شبعت صح مولاي. وانايا تسربي ليش؟ نسربي لك. شحال متواضع. شحال دير السكر؟ خمسة ونص. خمسة ونص في عين الشيطان. البرابط اللي بعتهم لي هم مخبيين. انا بروحي كاع رميتهم هادوك. صحيت الخانية جاتني فارغة. فارغة كنت مبيبي لك برك. بابا شحال هايل. شتي يضحك؟ والله يضحك يا بابا. نشوف صح تبني ربي شايفك. سيمانة اللي فاتت كشت عنا في القصر. هذا يكون ما تكون تلاقيت به غير ذيك الشحرب. الخطر هذا يموت على الحروب تما داير شحال من القيرة. اسمح لي مولاي بالانصراف، امر عاجل. قنديل. بعد اذنك مولاي. مبروك عليك جنرال فارس. قنديل قنديل خليني وحدي. على بالك دحمانيوس الحاله كيفاش راهي تمشي في القصر؟ الشغالات راه من لهنا قنديل راه مشغول بالبزاف.
يخا من بكري يا بابا نحب نتزوج براجلي يكون بطل يموت في الحرب يا بابا. على بالك بلي انا كي نخرج الصباح ما نعرف الا نولي حي العشيله ولا ما نوليش، بصح دائما نتلاقى مع الموت. جامي مات مازال، بصح نقدر نموت. ها بصح حتى بابا كيروح الحرب يديني معاه، مات نعود نجي معاك. لا المراه تقعد في الدار، الراجل هو اللي يحكم. بابا هذا اللي كنت الحوس عليه، نموت على الراجل اللي يحكم في المراه يا بابا. حطة مرتي خليني انا نسربي لهم. ليه هو عيب مولاتي ما يجيش؟ نوريا غير اليوم انا نسربي لهم. وجه ما دام انا حيا يدك لا تحطها لراسك. نوري شو ملبسك هكا شو مقعدك انت هنا؟ فارس فارس. ها نوري شكون تيا؟ مدام عندش هكذا مع راجلي. راجلي اسمحوا لي بغيت نقول لكم بلي انا متزوج وعندي دراري. بابا كيف انت خلص جلسة يا كان الزوجة مش التالتة تاني يا فارس؟ انا قبل فيك قبل بي مولاي سامحني. دحمانيس عاشور الحر دحمانيس انا على البليس تنس مفلاح تنس مفلاح شتي مسكتي فيها عاشور اخرج وراك مخبي عاشور عاشور اخرج مالك تحملوش مولاي شفتك كي راه يغلي ام نيرفي بزاف ها هذاك انت اش كنت كان تزوجت مع اكيلا ما رميش هذه الحريره هذه يعني. عاشون عاشون مانيش هنا بصح مولاي على حسب ماني يسمع راه باغي يخرج لك راس راس هذا باغي يشوف لي فيلم هذا واش شوف لي انا اكتور ولا مش اشيل كيف دار له ردوا كي ديك الطمينه اللي ضرب فيها الشمس لا والله ايرو يلعب على روحه اليوم نمحيكم الخارجين عاشور راك واجد يا وش المنحوس